هذه جولة جديدة مع أبرز ما جاء في صحافة القاهرة من عناوين وآراء مختلفة. نبدأ الجولة بالصحف المحلية، وفيها نطالع من اليوم السابع الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي ورئيس حكم بين السلطات. أصدرت رئاسة الجمهورية أمس بيانا أكدت فيه أن الدستور الذي استفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به. وقال البيان إن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد، وأن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤولياته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملا وفقا لأحكام الدستور. أما صحيفة الأهرام ففيها وقفة احتجاجية اليوم للقضاء والاعتصام مستمر. ينظم أعضاء السلطة القضائية من القضاء وأعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية اليوم أمام دار القضاء العالي للضغط على مجلس الشورى لسحب جميع المقترحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية. قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء إن الاعتصام مفتوح ولن يتم فضه حتى تتوقف ما أسماه بالحملة الشرسة ضد القضاء. وإعلان مجلس الشورى بشكل رسمي التراجع عن تعديل قانون السلطة القضائية وإرجاء المناقشة الخاصة به لحين انتخاب مجلس النواب القادم. تحت عنوان الدستور والمصريين الأحرار، يرفض المشاركة في حوار مرسي حول سد النهضة الإثيوبي. نقلت صحيفة التحرير عن لسان خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور أن دعوة رئاسة الجمهورية للأحزاب المختلفة حول سد النهضة قد وصلت متأخرة مساء أمس من الرئاسة، كما أن رئيس الحزب محمد البرادعي خارج مصر. وفي نفس السياق أعلن حزب المصريين الأحرار عدم قبول دعوة الرئيس مرسي لشعورهم بعدم جدية هذه الدعوة للحوار، وأن اللقاء سيكون فرصة لالتقاط الصور كما في كل جلسات الحوار المشابهة السابقة، وفي ضوء شح المعلومات وانعدام الشفافية بشأن ملف المياه. صحيفة الجمهورية فيها الداخلية استعدت لمظاهرات 30 يونيو. إبراهيم لن نتدخل إلا في حالة الشغب. أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية استعدت لتأمين مظاهرات 30 يونيو وتأمين كافة منشآت المهمة والمرافق الحيوية بالدولة تحسبا لوقوع أي اشتباكات وأحداث عنف، مع التركيز على عدم الاحتكاك بالمتظاهرين، مشيرا إلى أن التأمين سيكون عن بعد إلا في حالة وقوع عمل الشغب. ما زلنا معكم وهذه القراءة في الصحف المحلية. هذه المرة نطالع بعض المقالات من صحيفة الأهرام، مقال بعنوان سد النهضة مغامرات اللعب بالماء. يقول فيه الكاتب: لا يختلف اثنان على أن تشخيص الداء هو الخطوة الأولى لعلاجه، وعليه فلا بد أن نعرف سبب إصرار إثيوبيا على البدء في أعمال بناء سد النهضة بهذه الصورة المفاجئة. الإصرار الإثيوبي على إخراج المشهد بهذا التحدي له خلفيات كثيرة، خاصة أن بناء سد النهضة لم يفرضوا احتياج إثيوبي للمياه ولا حتى للكهرباء، فالهدف المعلن هو إنتاج الكهرباء لبيعها للدول المجاورة، أي أنه سبب اقتصادي بحت. الأهداف المخفية من هذه الخطوة بدأت تتبلور في أحد رئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوي، فتمسكه بالبقاء في السلطة فرض عليه خلق حلم قومي يلتف حوله الإثيوبيون ويجعلهم يتغاضون عن المطالبة بحرياتهم الأساسية. زيناوي إذن حضر العفريت لأسباب تخصه، وبعد وفاته لم يكن باستطاعة رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أن يصرفه. تحت عنوان مرور الكرام نطالع مقال من صحيفة الشروق، يتحدث الكاتب عن قرارات فرقاء السياسة المصرية لحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن مجلس الشورى والكثير من التحليلات والتفسيرات التي تطيرت بالهواء مثل عصافير مشتعلة بالرغبة في الارتواء بدماء الخصم. الحكم في منطوقه يبدو أقرب
إلى الألغاز وألعاب المتاهة، غير أنه في الوقت ذاته يكشف عن فيروس خطير أصاب ذهنية تلقي أحكام القضاء، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن أحدا من الأطراف المتشابكة لم يعد يخامره شك في أنه لا فواصل بين القضاء والسياسة. ولو ذهبت بعيدا عن الحكم الدستوري ستجد حالة العامة مهيمنة على الجماعة السياسية بشكل كبير، فكل فريق يرى من مصر ما يريد أن يراه فقط والباقي لا وجود له. ويمكنك كذلك أن تقول الشيء ذاته عن إدراك الفرق المتناحرة لمفاهيم كنا نعتبرها مستقرة مثل الثورة والديمقراطية، فصارت هذه المفاهيم تحمل أكثر من معنى في الآونة الأخيرة. نتحول إلى صفحات الصحف العربية، وفيها من جريدة الحياة التي تصدر الشأن السوري فيها الافتتاحية الخاصة تحت عنوان الممكن والمستحيل في الرهان على جنيف 2. وكتبت فيه الصحيفة من المتوقع أن تتعرض المعارضة السورية في أعقاب مؤتمر جنيف 2 لضغوط كثيرة، إلا أنها لم ترضى في سياق التفكير بالتسوية سوى إسقاط الرئيس السوري وتنظيم انتخابات حرة تحت رقابة دولية. وعلى الرغم من مما ستواجهه في الأيام القادمة، عليها أن تعرف أن سلاحها المضي إلى الوحدة وإعادة الترتيب. ليبيا، السنوسي يعلن برقة إقليما فيدراليا بحكومة وجيش بعيدا عن سيطرة الدولة. تحت هذا العنوان ألقت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على الوضع في ليبيا، وكتبت أنه في خطوة مفاجئة قد تثير المخاوف حول تقسيم ليبيا وانفصال إقليم برقة. أعلن محمد الزبير السنوسي رئاسته لإقليم برقة بشمال ليبيا معلنا أنه يعد إقليما اتحاديا كونفدراليا في إطار الدولة الليبية. أشارت الصحيفة إلى أنه على الجانب الآخر لم تعلن السلطات الليبية أي موقف رسمي من مواجهة تصريحات السنوسي. القدس الفلسطينية كتبت في افتتاحيتها: لقد مات حل الدولتين وعلينا إعادة تقييم حساباتنا. كتبت أنه لم يعد بعد من العملية دفن الرؤوس في الرمال والحديث عن فرص حل الدولتين، لقد مات مثل هذا الحل ودفنته الممارسات الإسرائيلية. بينما قد نسمع مقترحات ووساطات ومشاريع من بعض الأطراف، لكنها كلها تفتقد للمصداقية ولا قيمة فعلية لها، لأنها لا تطالب ولا تضغط ولا تفعل شيئا لوقف الممارسات المدمرة. وإزاء كل هذا، فإن من واجب القيادة الفلسطينية أن تعيد تقييم حساباتها على المستويات التنظيمية. العراق، الحاضر والمستقبل. تحت هذا العنوان كتبت الوطن القطرية أن عدد ضحايا العنف في العراق بلغ ما يزيد عن 1000 قتيل خلال شهر مايو الماضي، وذلك يعني أن الأزمتين الأمنية والسياسية قد بلغتا حدا خطيرا، وأن تراشق القوى السياسية بهذا العنف لن يحده سقف. وتقول الصحيفة إن مصلحة العراق تقتضي من كل الأطراف التحلي بروح وطنية عالية المستوى حتى لا تدخل في الصفحات السوداء في التاريخ العراقي. الوطن السعودية كتبت مقال حول الاحتجاجات في تركيا وعدم مواءمة نشوبها في توقيت تعاني فيه تركيا ومنطقة الشرق الأوسط ككل بفترة انتقالية. وصفت فيها الصحيفة هذه الاحتجاجات بأنها الأكبر في عهد أردوغان. اتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لليوم الرابع على التوالي، والتي تعد إحدى أكبر حركات الاحتجاج الشعبي منذ تولي حزبه المحافظ الحكم في عام 2002، حيث استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز لمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان تاكسيم باسطنبول بسبب مشروع بناء مثير للجدل في حديقة قرب الميدان. أردوغان قد يكون حقق نجاحات اقتصادية وسياسية مؤخرا، إلا أن الأطياف التركية تخشى من نفوذ حزب العدالة والتنمية إلى المؤسسات التشريعية في البلاد بغرض أسلمة الدولة وأنظمتها. نظام عربي مهدد. تحت هذا العنوان كتبت الخليج أنه يواجه النظام العربي خطر التفكك والانحلال في أصعب وأخطر مرحلة تمر بها الأمة منذ قيام جامعة الدول العربية كمؤسسة تتولى قيادة وتنسيق العمل العربي المشترك، باستثناء مرحلة قيام الكيان الإسرائيلي وتشكيله تهديدا للأمة.
صورة عجز النظام العربي تتكرر وبشكل أكثر مأساوية، ذلك أن عدد الدول العربية يوم إنشاء الجماعة كان محدود، في حين أنها الآن تجاوزت 20 بلد وزادت إمكاناتها وقدراتها المادية والاقتصادية والعسكرية بما لا يقاس بما كانت عليه قبل 6 عقود. النظام العربي بدا ضعفه منذ سنوات في عدم قدرته على احتواء التفاعلات السياسية والأمنية الساخنة ودرء خطرها، لأن الدول العربية كانت تتعامل مع هذه التطورات والتفاعلات على أساس خياراتها ومصالحها وليس من منطلق المصلحة العربية العليا. هذا التخلي عن القيام بأدوار من المفترض أن يقوم بها النظام العربي ترك فراغا استراتيجيا كبيرا في المنطقة، وجعل الدول الطامعة أو الطامحة تهب لملء هذا الفراغ، بما أن الفرصة مواتية لذلك. نتحول إلى منشطات الصحف العالمية. من صحيفة الأوبزيرفر البريطانية، اهتمت بالشأن السوري وأرجأت استطلاع للرأي كشفت فيه أن 24% من البريطانيين يدعمون تقديم بلادهم السلاح للمعارضة السورية، في الوقت الذي أيد فيه 58% تقديم مساعدات إنسانية فقط. أضافت الصحيفة أن 78% من البريطانيين طبقا للاستطلاع يرون أن بلادهم قد نالت أكثر من نصيبها بالمشاركة في حروب العراق وأفغانستان، وأن عليها ألا تتدخل في حروب أخرى، بينما رأى 72% أن بلادهم لا تستطيع أن تلعب دور كقوة عسكرية رئيسية في عالم اليوم. الشأن الفلسطيني كان له حضور في الصحف الإسرائيلية، حيث رأت صحيفة هارتس أن رئيس جامعة نابلس رامي الحمد الله، الذي كلفه الرئيس الفلسطيني عباس بتشكيل الحكومة الجديدة، شخص معتدل. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن رامي سيتبع الخط السياسي ذاته مثل سلفه سلام فياض، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين وصفهم له بأنه براغماتي لديه اتصالات مهنية كثيرة مع الإسرائيليين. وأشارت الصحيفة إلى أن الحمد الله خلفا لفياض لديه علاقات جيدة مع مختلف التيارات داخل حركة فتح ويتزعمها بالطبع الرئيس عباس. الاحتجاجات في تركيا كانت محور اهتمام الصحف البريطانية، وكتبت الاندبندنت تحت عنوان التظاهرات في تركيا تحتاج إلى قبضة خفيفة. هذه التظاهرات التي جابت ميدان تكسيم في اسطنبول لا يمكن مقارنتها بالتظاهرات التي عمت شوارع مصر وتونس في بداية ثورة الربيع العربي، لأن السبب المعلن وراء هذه التظاهرات يرجع إلى الاحتجاج على اقتلاع 600 شجرة من الميدان، وأن تركيا بحسب الصحيفة تتمتع بحكومة انتخبت بطريقة ديمقراطية وأنهت حقبة من الحكم العسكري حكمت البلاد في السابق. اللقاء المرتقب هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الصيني جين جيانغ يانغ في كاليفورنيا لقي انتباه الصحف العالمية، وفي صحيفة فاينانشال تايمز تحديدا البريطانية تحت عنوان كتبت من الرئيس الأكثر أهمية، الرئيس الأمريكي أم الصيني؟ تقول الصحيفة إن الولايات المتحدة والصين تختلفان حول العديد من القضايا، ومنها إيران وكوريا الشمالية والتجسس الإلكتروني، موضحة أن على البلدين العمل على بناء الثقة بينهما، كما أن الرئيس الصيني يبدو شخصا سهل التعامل معه ولديه القدرة على فهم المسؤولية التي تقع على عاتقه، إلى جانب القوة التي بين يديه. نتحول إلى مقالات الصحف العالمية، حيث ألقت المظاهرات في تركيا بظلالها عليها، وكتبت صحيفة نيويورك تايمز مقالا تحليليا تحت عنوان الاحتجاجات في تركيا تكشف عن صراع الهوية. يرى بعض الأتراك على الرغم من التنمية في البلاد أن هذا التقدم ما هو إلا انعكاس لطموحات استبدادية متزايدة من قبل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحكومته، مما دفع المتظاهرين إلى الشوارع خلال الأيام الثلاثة الماضية. فالمعركة أصبحت حول الهوية التركية، حيث قضايا الدين والطبقة الاجتماعية والسياسية تتقاطع. النخبة العلمانية القديمة الذين يعتبرون أنفسهم ورثة أتاتورك مؤسس تركيا العلمانية الحديثة، وهناك أيضا الليبراليون يعترضون على أسلوب قيادة أردوغان الذي يصفونه بأنه ديكتاتور بسبب اتجاهاته الإسلامية، الأمر الذي يعكس حسا من النخبوية التي يتم مشاركتها في نطاق واسع من قبل العلمانيين الأتراك في اسطنبول.
الغارات الأمريكية بطائرات دون طيار في باكستان تناولتها بالتحليل صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، والتي كتبت مقال تحت عنوان يتعين على الولايات المتحدة أن توقف الغارات باستخدام طائرات دون طيار. إن تعهد طالبان باكستان بالانتقام لمقتل الزعيم الثاني لطالبان والذي قتل في غارة أمريكية بلا طيار، فضلا عن مقاطعة الحكومة لجهود السلام، كل هذه العناصر مجتمعة تظهر عدم فعالية السياسة الأمريكية باستخدام طائرات بلا طيار، ولذا يتعين على الولايات المتحدة أن توقف هذه الغارات وتشرع في بناء المناطق القبلية في باكستان وغيرها من البلدان. وقبل أن نختتم هذه الجولة الصحفية، هذه وقفة مع رسوم الكاريكاتير الأبرز في الصحف المختلفة. هذه الجولة الصحفية، شكرا لكم وإلى اللقاء.